بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اكرمنا بالإسلام وأعنا بالإيمان وزينا بالإحسان، آمين يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. الآن سنرى الحياة الأخروية، هي موجودة ذكرى مبثوث في القرآن. نحن مش نحن اليوم الآيات التي ختمت بها سورة الفجر لوط. ماذا يقول ربنا؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ان ترومبلمون سوكسيسي، دي ترومبلمون اون سيري. وجاء ربك والملك صفا صفا اون اورد. انا مش تعرف حضرة ربي ماذا يلزمه من أدب ومن نظام، مش عبث اللي قاعد يقع. وربي لا يحب الفساد. وجيء يومئذ بجهنم، وقت ماكلة أمام فرعين جميعا، ومن أدب تبعوهم وصدقوهم صدقوهم وخدموهم على حساب الخدمين السيئين. يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى. تالي أنت تو باش تذكره بعد ما فات الفاو فوت على امتحان الدنيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هنا الحياة الأخروية ولا هي قيمة قم ولا وزن، هذا الأمور وضعت بعد في الكلام الكروه. والحياة الآخرة قال كيما ماشي آخر، ماشي حياة آخرة مالها. وأنت ولي تقول يا ليتني، هيلاس مالوريزمون، ولكن سنريما ريان، سنسير ريان دو دير دو ردير، هلاس. ولهذا ليتني قدمت لحياتي، ليتني أمنت وأحسنت وصدقت وسامحت وعلمت، وعلمت نفسي وعلمت غيري الحقيقة. مش كنت فيلسوف بين ظفرين وشاف الناس عليكم كان بالسكبتيسيزم، يعني الشك، شك الريب، حتى تبقوا دائما صفتكم صفة الريب، الريبية اللي هي لا خير فيها، لأن مش توصلكم إلى إلغاء فكرة الإله. تبليو ناس لذاتي عارف من ملحد، ملحد يعني ناكر اللي فما رب، عنده دليل لا دليل له. ولكن حبي فارق تعرف، هل علم علم شيئا من وظائف البدن؟ كلها وظائف، الجلد، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز الكل يعرف شيء منها. والعارفين منهم شيعرفوا على دقائق الموليكولار والإلكترونيك دو d'une fonction d'un des systèmes, un de ces systèmes-là, système respiratoire, etc. قال لك انت ما ماش القران ذكر ديناصورات. العلم يقول لك فما ديناصورات، ولكن ما علم اخر يقول لك ما ماش. شنو الدليل؟ اذا تسميه قبل كل شيء، دام علامة استفهام كثيرة. والذين يدعون العلم بعد بين بكرة وأصيلا يبدلوا رأي في العلم، كما الفيزياء أو يقول لك الطاقة أو الجاذبية أو تكوين الذرة أو الكرة بشي طبيعته بشي حالاته والمجر، وبعد تلقى هو بنفسك الشخص لك يعطيك ما هو مفارق لما سبق أن أكد على صحته، نسأل الله السلامة. وبعد تم حياة القرآن، حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الملائكة، وانت ماشي حياة اللي بعد ما كنت كافر تريموه من حياة. هنا ندعوكم إلى البحث عن هذه الآيات حتى تأخذ منها العبرة، وتراو اللي الحي القيوم جعل من الحياة سببا للإيمان
سببا للإسلام وسببا للإحسان، أين أنتم من الحياة التي الماء سب لا وجعل من الماء كل شيء حي، ولا حياة لها أوجه إيمانية، أوجه عملية، أوجه فكرية، أوجه ثقافية، أوجه حضارية، وهلما جرى. إن شاء الله ربي يسهلنا نشوفوا بعض آيات لها صلة بأطوار وأنواع الحياة. والسلام.